اهلا بكم، هذه حلقه مهمه للغايه. انتبهوا كده ليا عشان الكلام مهم، الاسره كلها تنتبه لكلامنا النهارده. ليه بقى؟ عنواننا الاورام اللي فيا. ليه بقول الاسره كلها؟ البنت اللي عندها والاورام اللي فيا تيجي في بنات، تيجي في ستات خلفوا، تيجي في ستات ما خلفوش، تيجي في ستات كبار في السن. فالاورام اللي فيا موضوع عائلي. ليه عائلي؟ ما هي بنت عندها 20 سنه لسه ما اتجوزتش، بتشتكي من دوره شهريه غزير، راحت كشفت قالك ده عندها اورام لفيه، رعب الاسره، اورام لفيه، طب نعمل ايه؟ تتشال؟ طب ممكن يتقال لها ده لو اتشالت ممكن تؤدي الى انه الرحم يحصل فيه تليفات، ولما يحصل فيه تليفات مش هتعرف تخلف. انت بتنكد على اسره كامله، انت بتصدمهم صدمه جامده جدا جدا. المجتمع الشرقي واعتقد في الغرب كمان لا يقبلوا فكره ان البنت بيتاثروا جدا، يعني ما يتقبلوش، يعني بيتاثروا جدا لما يتقال ان البنت مش هتقدر تخلف. الاشعه التداخليه انا في رايي انها سبق علمي رائع في مجال الاورام اللي فيها، ومن اكثر الاشياء اللي هتستفيد من الاشعه التداخليه الاورام اللي فيها. ليه؟ لان جراحه الاورام اللي فيها جراحه مش سهله، وجراحة الأورام اللي فيها قد يكون التمن فعلا أنه يحصل تليفات، والتليفات تؤدي إلى أن الرحم يتحول إلى كائن نون فانكشنينج، لأنه بتبقى أكتر من ورم ليفي، مش وظيفي، مش شغال الرحم. كمان في حالات الأورام اللي فيها مشكلتها الأساسية النزيف، الست مش عايزة تخلف، مش عايزة أعمل عملية عشان ما أخلفش، هي قصتها أنها بتنزف بس. هل الأشعة التداخلية تقدر تتدخل في الحالة دي؟ ده سؤال مهم قوي. فالنهاردة احنا مضمون الأورام اللي فيا عشان تعرفوا أهمية الحلقة موجودة في 25% من الستات، 25 يعني واحدة كل أربعة فيها أورام اللي فيا. فنفهم قوي دور الأشعة التداخلية في التعامل مع الأورام اللي فيا الواسعة الانتشار. يسعدني جدا ويشرفني النهاردة أن أنا أرحب برائد من رواد الأشعة التداخلية في الوطن العربي، واسم كبير في هذا المجال اللي بنفخر بوجوده معنا وبنسعد بحواره العلمي الدقيق، ضيفنا وأستاذ الأساتذة في هذا المجال الأستاذ الدكتور أسامة حتة. أهلا بيك. أهلا دكتور أيمن، أهلا وسهلا. الحقيقة شرف كبير لينا هذه الزيارة. شرف لي يا فندم، وإضافة عظيمة وجودك معنا. ربنا يكرمك ويبارك فيك، متشكرين جدا. عايز أبدأ من علمين بالراحة خالص، نبدأ من الناس سنة في سنة، إيه هي الأورام اللي فيه؟ الأورام زي لو هنقول طبعا زي ما كل المشاهدين عارفين، الرحم ده عضو الإنجاب في المرأة، وده هو لو هنقول ببساطة ده حجمه حوالي 8 أو 10 سنتي طول، هل هنقول بالبلدي كده زي الكمتراية الصغيرة داخل الحوض. الكمتراية دي لو احنا متخيلين احنا مفرغين قلبها، بقى ليها قلب مفرغ وجدار. القلب المفرغ ده تجويف الرحم، وده اللي بيستقبل الجنين عند الست، وده بيبطن بحاجة اسمها بطانة الرحم أو الاندوميتريوم عشان الدكاترة. ولو هنخش من جوه لبره الاندوميتريوم من بطانة الرحم، نطلع في النص الجزء العضلي من جدار الرحم، وفي الخارج الغشاء البريتوني، ده حاجة خفيفة غشاء زي ورقة السيجارة بيبطن الرحم. ده تركيب أو نسيج الرحم. الورم اللي فيه عبارة عن إيه؟ زي ما قلت لحضرتك الجزء الثاني من جدار الرحم اللي هو الجزء العضلي، وده الجزء السمك الكبير من جدار الرحم. الأورام اللي فيه دي أورام حميدة تكاد تكون بنسبة 99.9% عشان نطمن السادة المشاهدين إن دي أورام حميدة وما بتتحولش إلى أورام خبيثة إلا نادرا جدا، وبتطلع من الجزء العضلي من جدار الرحم. جدار الرحم يبقى فيه جزء ينمو بشدة ويتحوصل ويكون ما يسمى بالورم الليفي اللي هو بيخرج من الجزء الأوسط من جدار الرحم. طيب إيه أنواع الأورام اللي فيه؟ ده يعني سؤال بنسأله دايما. الأنواع على حسب الورم الليفي اللي هو طالع من الجدار الأوسط بالعضلات ده هينمو في أنهي اتجاه. زي ما احنا شايفين على الفيديو ممكن يخش لجوه ناحية تجويف الرحم، و
وممكن يفضل ساكن ومستقر في الجدار العضلي للرحم، وممكن يخرج على بره ناحية الغشاء البريتوني. إيه أهمية التقسيمة دي؟ كلما كان الورم اللي في متجه ناحية تجويف الرحم، كلما زادت نسبة حدوث النزيف زي ما حضرتك تفضلت عند الستات، لأن هو بيتجه ناحية بطانة الرحم اللي هو الجزء اللي كل شهر عند الستات بيحصل له شيدنج أو بيسقط ويتكون تاني، هو ده المسؤول عن الدورة الشهرية. فإذا دي ثلاث أنواع من أورام الرحم اللي فيه داخل الجدار أو إلى الخارج تحت الغشاء البريتوني أو إلى الداخل ناحية تجويف الرحم. الحقيقة الأورام الليفية بتتميز بخاصية، يعني يمكن هنقول هي ميزة أو عيب هنعرف دلوقتي، إن هي ذات تغذية دموية شديدة جدا جدا جدا. المعلومة دي مهمة جدا، إن العمليات زي ما حضرتك تفضلت الأول جراحية بيبقى فيها نسبة خطورة واحتمالية كبيرة لفقد الدم، وبالتالي المريضة بتتعرض لبعض الخطورة إنها تفقد الرحم، وده في بعض الأحيان بيبقى لإنقاذ حياة المريضة. على العكس عندنا في الأشعة التداخلية زي ما هنشوف العلاج، التغذية الدموية الشديدة لأورام الرحم اللي فيها دي ميزة عندنا وبتقدر توصلنا لأورام الرحم اللي فيها ونعالجها زي ما هنشوف. احنا اتكلمنا على الأنواع لو همر عليهم تاني، لكن التغذية الدموية الكلمة دي يعني ايه؟ كلمة تغذية دموية بالبلدي كده، ازاي الورم الليفي بيتغذى؟ الورم الليفي ده ورم شديد التغذية الدموية، بمعنى ان هو الرحم بيغذيه شريان خاص بيه اسمه شريان الرحم. جزء كبير من هذا الشريان بيتجه لناحية الأورام الليفية، ومع نمو الورم الليفي الأورام الليفية ممكن تصل إلى أحجام كبيرة، زي ما قلت لحضرتك في البداية إن حجم الرحم زي الكمتراية الصغيرة ممكن توصل إلى ورم ياخد معظم تجويف البطن. كل ما زاد نمو الورم كل ما اتكونت معاه دورة دموية وشرايين جديدة، وبالتالي الدورة الدموية بتاعته بتزيد باضطراد مع نمو الورم، فده بيخلي التغذية الدموية بتاعته شديدة جدا جدا جدا. الحتة اللي أنا عايز أأكد عليها، الورم الليفي في حد ذاته هو زي ما قلت ده ورم حميد، يعني إحنا لو سبناه عند الست ما فيش أي مشكلة ومش هيهدد حياتها، وهو بس الكلمة ورم بس هو حميد بدرجة تكاد تكون 99.9%، لأن هو ما بيتحولش إلى ورم خبيث إلا في نسبة ضئيلة جدا. طب إحنا هنعالجه إمتى؟ طب طالما هو ما منوش مشاكل نعالجه عندما يسبب، ونعالجه ليه؟ عندما يسبب أعراض للست. لو الست ما بتشتكيش من الأورام اللي فيها زي عند كتير من الناس، تكتشف بالصدفة دورة دموية، دورة الشهرية منتظمة، ما فيش أي ضغط على الأعضاء المجاورة، إحنا ما بنعالجش الورم الليفي. طبعا نعالجه إمتى؟ لما تيجي لنا الست تشتكي. على رأس قائمة الشكاوى عند السيدات النزيف زي ما حضرتك تفضلت. ست تشتكي إن عدد أيام الدورة الشهرية زيادة، أو عدد الأيام ثابت بس كمية الدم في الدورة الشهرية زيادة، وبالتالي ده بينعكس على الهيموجلوبين في الدم ويحصل أنيميا عند الستات. لأ الست بتشتكي دايما إن المجهود قليل، بدوخ، ما بقدرش أعمل شغل البيت وهكذا. ده على رأس القائمة النزيف، ثم النزيف ثم النزيف. بعد كده لو النوع من أورام الليفية زي ما شفنا اللي خارج بره الرحم، أو لو الورم الليفي نما بصورة كبيرة جدا، فهيضغط على أعضاء الحوض المجاورة زي أكتر حاجة قريبة المستقيم، تشتكي الست من مشكلة أو صعوبة عند التبرز، أو يضغط على المثانة فتشتكي إن هي بتروح التواليت بتخش الحمام كتير، أو تحس بوجع أسفل الظهر. كل دي شكاوى بتخلينا نقول إحنا لازم نعالج هذا الورم الليفي إنه ابتدى يأرق حياة الست. وهنا تدخلت الأشعة التداخلية وتدخلت الأساليب بالأسطرة في العلاج. إزاي؟ إيه فكرة العلاج؟
الحقيقة قبل التطور الأشعة التدخلية المذهل كان الوسيلة الوحيدة للتخلص من هذا الورم الليفي استئصاله. واستئصاله زي ما قلت لحضرتك ده كان فيه بعض الصعوبات لأن هو تغذيته الدموية عالية جدا وبالتالي نسبة فقد الدم كبيرة واحتمالية فقد الرحم عالية. التغذية الدموية العالية دي هي الكي أو المفتاح اللي خلت العلماء تشتغل على موضوع علاج الورم الليفي بالأشعة التدخلية وبالأسطرة. ببساطة احنا بنستغل التغذية الدموية العالية دي زي واحد ما يعني متعود يأكل كتير جدا 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 لما بتقلل له تحريم الأكل على طول بينهار. بنخش بالأسطرة. الأسطرة دي اللي هي زي ما قلنا في الحلقات اللي قبل كده دي الأنبوبة أو الأنبوبة السحرية. دي أنبوبة دقيقة جدا جدا حجمها حوالي 2 مليمتر زي سلك سلك الكهرباء رفيع. نخش من الفخذ اليمين عند الست نوجه الأسطرة تحت جهاز الأشعة المتطور اللي هو جهاز الأسطرة من شريان الفخذ إلى شريان الحوض. هنا يمكن الفيديو ده بيوضح كتير جدا من السيدات تسألني إزاي الأسطرة بتدخل. هو الفيديو ده بيورينا احنا ما بنفتحش اي فتحات. بنج موضعي حقنة بنج موضعي صغيرة اهو من الفخذ اليمين احنا هنا بندي البنج ومن حقنة عادية جدا جدا ومن مكان البنج الموضعي ده بنخش بالقسطرة اللي هي زي ما بقول لحضرتك حوالي 2 ملي. مفيش اي فتحات عندنا لان دايما انا بتسأل هذا السؤال طب احنا ازاي هنخش الشرايين ازاي هو في هيبقى في فتحات بعد القسطرة؟ لا هنا اهو ده الاول بنخش بابره في الشريان اول ما بنحس ان الشريان فيه دم جه على طول بنخش ده السلك سلك المرشد اللي بنخش عليه بعد كده بالاسطر ده اللي دي نقطه مهمه جدا جدا مفيش دون اي فتحات جراحيه. بعد ما بندخل بالاسطره اهو نبتدي نوجهها تحت الأشعة عشان نوصل لشرايين الحوض ثم إلى شرايين الرحم ثم إلى الشرايين المغذية الورم الليفي. الفيديو ده أو ده بيوري فكرة إزاي الأسطرة الدايرة دي ده مكان دخول الأسطرة هنا هو الأسطرة الجزء الأبيض اللي ده والشرايين دي التيوبز الحمراء هي القسطرة ماشية شريان الرحم يمين وشمال الرحم بيتغذى من شريان الناحية اليمين وشريان الناحية الشمال احنا بنقفل الناحيتين نقفل الناحية وبعدين نرجع نقفل الناحية التانية اهو القسطرة هنا وصلت للكورة دي الورم الليفي. لو حياتك ملاحظ فيه كور صغيرة جدا او دوائر اهي دي حبيبات غلق الشرايين لو مكبرين عليها الكور دي اهي بنحقنها اول ما نوصل بالقسطرة عند الورم عشان نقفل الشرايين والتغذية الدموية للورم الليفي. بعد ما بنحرم الورم الليفي من هذه التغذية الدموية على طول يبتدي في الضمور فيضمر ويتلاشى كأننا استأصلناه بس دون اي فتحات ودون اي جراحات. دي ببساطة فكرة ايه هي القسطرة واستخدام القسطرة في الأشعة التدخلية في العلاج اورام الرحم الليفي. دي يمكن صورة مكبرة ازاي القسطرة بتخش جوه الشرايين من الداخل اهو لحد ما نوصل لشرايين الرحم ثم الى الشرايين المغذية للورم الليفي. لو اول ما بيتقفل الدورة الدموية يبتدي الورم يضمر على طول ويتلاشى. مهما كان عدد الاورام اللي فيها ده سؤال مهم جدا يا دكتور ايمن. احنا الحقيقة اول ما بنخش بالقسطرة قبل ما بنعمل اي علاج بيبقى في جزء تشخيصي للقسطرة. نوصل لشرايين الحوض وشرايين الرحم وبنحقن صبغه فنعمل زي خريطه شريانيه نشوف عدد الاورام حجمهم قد ايه ونبتدي نحدد نعمل زي خريطه ونتوجه للاورام دي عن طريق تغذيتها الدمويه واحد واحد. احنا الحقيقه لو هو واحد او اتنين او تلاته ده مش هيبقى مش هيفرق كتير في وسيله العلاج
وفي الأسطرة. احنا بنعالج اي عدد موجود، ويمكن هي دي من احد مميزات الأشعة التداخلية في علاج الأورام الرحم الليفية. لو عدد الأورام الليفية كبير ممكن نحقنهم في وقت واحد من خلال الأسطرة، مفيش مشكلة. سؤال الناس تسأله كتير قوي، طب أنا دلوقتي لما بحقنه بقفل الشرايين، ده ما يأثرش على الري بتاع الرحم؟ الرحم نفسه ممكن يقل الدم اللي فيه، زي ما بيقولوا جه يضرب على الحرام يضرب على الاسم. حضرتك ده سؤال مهم جدا يا دكتور أيمن، وده المرضى بيسأله لي كتير، وكل ما يسألني المرضى هذا بحس بالتقصير بتاعنا الشديد في ان احنا ما قدرناش ازاي نوصل المعلومة. ممكن ده الهدف من اللقاءات بتاعتنا، ان احنا نصل للناس. الحقيقة يعني في كلام كتير بيروج بس ده مش الحقيقة. دائما اي اجراء جديد ما بقاش فيه معلومات كتير عنه، بقى فيه غموض، ودائما الانسان عدو ما يجهل يعني، الا اذا تم التوضيح. الحقيقه احنا بنخش زي ما قلت لحضرتك، الاورام اللي فيا ليها تغذيه دمويه عاليه جدا جدا جدا. احنا بعد ما بنقفل التغذيه دي، شرايين الحوض كلها فيها زي شبكه، وكل اعضاء الحوض متوصله ببعضيها. فاحنا بنقفل بس التغذيه الدمويه بتاع الورم اللي احنا بنخش محددينه بدقه، دون المساس بالشرايين اللي بتغذي بقيه الرحم السليم، بطانة الرحم، الجزء الأسفل اللي هو عنق الرحم، بنسيب التغذية الدموية بتاعته اللي بتبقى قدام عينينا. وده برضو لازم أشير إن احنا لازم نشتغل على أجهزة أسطرة متطورة جدا جدا. دلوقتي أجهزة الأسطرة فيها أشعة مقطعية، المريض هو نايم على الأسطرة بنصور، نعرف احنا داخلين في أنهي جزء، ونصور أشعة مقطعية واحنا داخل الأسطرة. فاحتمالية إن احنا نشيل نقفل حاجه تاني او ده لا، ده مش وارد. ويمكن هي دي حاله هي طبيعيه قدامنا، ادي الاسطره احنا داخلين اهو من المدخل المعروف، المدخل من الفخذ اليمين. ده زي ما بقول لحضرتك، ده من بوابه، ده بوابه، ده بوابه الدخول لاي شريان في الجسم. مش مؤلمه الاسطره في الحته دي؟ بنج موضعي هي يعني، دي يعني زي دايما انا بقول للست لما تيجي تعمل انت زي حقنه، وهي فعلا بتبقى حقنه. وبعد ما بتاخد الحقن نخش بالاسطره، المريضة بتبقى صاحية معانا، بتبص على التلفزيون، بتتابع التغذية الدموية بتاع الورم، واحنا بنقفلها اهو. هنا الشرايين دي الشرايين المغذية للورم الليفي، زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي. انا هجيب صورة بعد ما بنقفل الشرايين، هنلاحظ ان التغذية الدموية للورم بس اتقفلت، وبقيت شريان الرحم وبقيت الافرع منه موجود زي ما نشوف دلوقتي. بالعكس ممكن تزيد ريلاتيفلي، بنقفل على الورم وما نقفلش شرايين الرحم ريلاتيفلي. الجزء اللي هو على الشمال اختفى، والجزء اللي على اليمين ده بقيت شرايين الرحم اللي هي دايما بالعكس احنا بنحافظ عليها دون المساس بيها، وده من الكلام اللي بيتقال كتير جدا جدا. التبويض ايضا يعني يظل في حالته الطبيعيه؟ وده سؤال يعني يعتبر ده سؤال من الاسئله برضو بس ده غبي. لا بالعكس، ده سؤال دارج جدا جدا. المبيضين بعيدين عن القصه. ده سؤال دارج جدا، ان هل كتير جدا من الستات بتسالني او ما اعرفش، ان طب احنا بعد ما نقفل التغذيه الدمويه بتاع الرحم، هل المبايض بيحصل لها فشل او التغذيه الدمويه بتاع المبيض؟ لا. ليه؟ نمره واحد، ان المبيض ليه شريان بيغذيه مستقل، بيخرج من مكان تاني غير شريان الرحم، ومش وارد ان احنا نقفله. الشائعة دي لها اساس برضو، ان في ساعات في بعض الاحيان في تدخلات او في زي وصلات ما بين الشرايين اللي بتغذي الرحم والشرايين اللي بتغذي المبيض. الوصلات دي بتبقى وصلات دقيقة جدا جدا صغيرة، برضو ما عندناش احتمالية ان احنا نقفلها، لان احنا بنقفل بجزيئات ذات حجم معين، من 500 ل 700 مايكرونز. فالحبيبات دي اللي احنا بنقفل بيها بتبقى اكبر من ان هي تعدي من هذه الوصلات الدقيقه، فاحتماليه حتى قفل الوصلات الدقيقه بتبقى قليله جدا. ولو احنا عندنا بنت صغيره وعايزين نحافظ على الانجاب، بنعلي حجم الحبيبات اكتر شويه زياده في الامان، لان احنا برضو كل حاله بتعالج على حسب خطه العلاج
بتاع، فما فيش احتمالية لهذا الكلام خالص. امتى تصل الى حاله الكيور خلاص يعني الورم اللي فيه يضمر جدا ويبدا يموت ويقع؟ زي ما قلت لحضرتك احنا بنقفل الدوره الدمويه. الحقيقه المريضه بتزورني بعديها باسبوعين الى شهر، الاعراض بتختفي اللي هي على راس القائمه زي ما قلت لحضرتك، النزيف نزيف بيروح فورا، وده يمكن هو اللي بيقلق الست اكتر من الحجم. الحجم احنا بنتابعه المفروض ان هو بيقل بعد 3 شهور يوصل الى 50%. احنا بنصور المريضه كمان بعد 3 شهور رنين مغناطيسي عشان نتاكد ان مفيش اي تغذيه دمويه للورم الليفي. بعد 3 اشهر 50% ويبتدي يقل تدريجيا لحد ما يضمر ويتلاشى، بس الاعراض في خلال الشهر. كمان الحاجه برضو المذهله ان زي ما قلت لحضرتك ان من ضمن الاعراض الضغط على بقيه اعضاء الحوض المجاوره بعد الأسطرة مباشرة. طب هو الورم لسه ما صغرش، المريضة بتحس بتيجي تقول لي أنا الضغط قل، اللي كانت بتضغط على المثانة قل، بتضغط على المسخن قل. طب ازاي ما هو بحجمه؟ بعد ما بنقفل التغذية الدموية بتاعته الورم بيبقى سوفتر أو أكتر، يعني بيبقى أطرى، فإحساس المريضة بالضغط عليه بيبقى أقل، فده على طول بتبتدي ترتاح الاعراض لانه ما بقاش ضاغط على الاعضاء اللي جنبه المثانه المستقيم، ويبتدي يقل تدريجيا لحد ما يضمر ويتلاشى. السؤال المهم، فيها متلازمه اسمها احتقان الحوض عند السيدات، هل تستفيد من الاشعه الدمويه؟ ده حضرتك ده سؤال مهم دكتور ايمن، ان ده مرض غامض، والحقيقه ده بيتشخص ويتعالج عندنا في الاشعه. في ستات كتيره جدا تشتكي ان اعراض مبهمه شويه، انا في الم اسفل البطن، في تقل، لما ظهري بيوجعني، حاجات من هذا القبيل، بتعمل اشعاعات كتيره لحد ما تعمل اشعه بدقه ونشخص. بنشخصها بحاجه اسمها الدوبلر الملون، حط دوبلر ملون على الحوض نلاقي الاتي زي ما احنا شايفين هنا، نلاقي حوالين المبيض وحوالين الرحم مجموعة أوردة متمددة أو محتقنة، ودي بنسميها متلازمة احتقان الحوض، أو الأوردة المحتقنة حوالين أعضاء الحوض، هي دي اللي بتسبب الأعراض دي، التقل المستمر في الحوض، الوجع، الألم أسفل الظهر، ودي بتبقى حقيقة مشكلة حلها صعب جدا، لأن الحقيقة ملهاش عملية جراحية. دي احنا بنعالجها برضو بالأشعة التداخلية بنفس المنطقة، احنا بنخش بس المرة دي احنا مش هنخش عن طريق الشريان لأن دي أوردة، بنخش عن طريق الوريد، بنخش يا إما عن طريق الوريد وريد الفخذ، أو ممكن نخش من الوريد من وريد الرقبة لأن هي أوردة الجسم كلها متصلة ببعضها، نخش من وريد الرقبة أو من وريد الفخذ نوصل الأوردة هنا هو على اليمين، دي الأوردة محتقنة، وعلى الشمال بعد ما اتعالجت أو اتقفلت. لو تلاحظ حياتك يا ساعات الاحتقان بيوصل إلى حوالين الأعضاء التناسلية، نلاقي فيه أوردة منتفخة عند السيدة، أهو هنا القسطرة داخلة، داخلة من الأزرق المرة دي، الأزرق ده الوريد أو وريد الفخذ، بنطلع ننزل، ده الوريد الرئيسي اللي بيغذي أوردة الحوض، ننزل فيه بالقسطرة ونبتدي بعد ما ندخل جوه الوريد نقفل الوريد ده اهو، بنقفله بملفات حلزونيه او كويلز، او بنقفله ساعات بماده صمغيه. اول ما بيتقفل هذا الوريد يبتدي الدم اللي كان بيرجع في الاورده داخل الحوض يبتدي يقف، فتبتدي تضمر هذه الاورده تدريجيا وتبتدي الاعراض تختفي، وده حقيقه مرض موجود كتير جدا وفي لا يشخص بدقة، وبرضه علاجه من الحاجات الصعبة جدا لأنه ملوش وسيلة تانية غير الأشعة التداخلية عندنا. يبقى الأشعة التداخلية منفذ رائع جدا سواء لحالة مرضية زي احتقان الحوض التي ليس لها أي علاج جراحي، منفذ مهم جدا، وأيضا أورام الليفية اللي كثير من المرضى ربما يخاف أن يذهب إلى الأسلوب الجراحي إذا كان
له اسلوب جراحي، لانه خايفه من انه الجراحه ممكن يحصل بيها التليفات، يحصل بيها انه تفقد قدرتها على الانجاب. الحقيقه هو يعني ده بقى يعني وسيله موجوده، ولازم ندي المريض هذا الاوبشن، لان زي ما حضرتك تفضلت هي مش دايما بتبقى المشكله انجابيه، او ساعات الست بتبقى عايزه بس تعالج النزيف، تعالج ومش عايزه عمليه جراحيه بكل مخاطرها وكل صعوباتها. فيظل ده خلاص ده موجود في الجايد لاينز والخطوط الاسترشاديه في العالم كله، خلاص معروف وبتهمل. الخطوط الاسترشاديه متعتها انك تكون معانا، هي دي متعه الخطوط. يعني بجد انه ده الاسترشاد الحقيقي، احنا نسمع الكلام منك كرائد قدير لعالم اشعه الداخليه بجد، وتشرفنا بقبولك دعوتنا والحوار في واحده من اصعب المواضيع اكثرها علميه واشدها دقه والتي يحتاجها الجمهور العربي، واعتقد ان احنا بننفرد بها المصريين بينفردوا بها عن العرب. ضيفي العزيز الرائد القدير لهذا المجال الاستاذ الدكتور اسامه حته كان مبدعا في حواره العلمي عن الاشعه الداخليه المتعلقه بعلاج الاورام اللي فيها ومتلازمه احتقان الحوض. نورتنا دكتور اسامه بيه. شكر جدا دكتور ايمن، خليكم دايما معنا في الحلقه. العلاج الطبيعي في مصر في اجزاء منه لازم تتعدل، لازم التصرفات والممارسات المهنيه فيه هيبقى